الأحباء المشاهدين، أهلا بكم، بنرحب بحضراتكم معنا ومع الأخ شانت وحلقة جديدة من برنامج النور يبدد الظلام. هذا هو موعدنا معكم من كل أسبوع في تمام الثانية بعد الظهر بتوقيت نيويورك. بنرحب بحضراتكم أجمل ترحيب. وموضوع حلقة اليوم: ما هي حقيقة حفص راوي القرآن؟ هو في صيغة سؤال: ما هي حقيقة حفص راوي القرآن؟ هنتعرف على الشخصية دي من خلال الأبحاث والجهد والسهر من قبل الأخشانت في إلقاء الضوء على أمور كثيرة بتهم إخواتنا المسلمين. ما هي علاقة حفص راوي القرآن بالقرآن الذي بين أيدي إخواتنا المسلمين الآن؟ هل هو من الصحابة؟ هل هو كان مقرب من رسول الإسلام؟ هل هو رأى وشاهد ولمس أم ماذا؟ تساؤلات كثيرة هيجيب عليها أخونا شانت. برحب بيك، أهلا وسهلا بيك معنا في هذه الحلقة. أهلا بك أخت نوال وكل مشاهدين قناة الآرامية ومشاهدي برنامج النور يبدد الظلام. أخشانت، خلينا نرفع دايما قلوبنا بالصلاة في بداية الحلقة، واعتدنا أن بنركز على بلد خاص. هتصلي علشان مين النهاردة؟ أي بلد؟ الحقيقة الرب مثقل على قلبي أصلي لبلد بعيد جدا، بلد ما بي مسلمين قليل، لكن البلد هذا الله بيتعامل معاه، ونور المسيح ورسالة المسيح وبشارة الإنجيل تنتشر بشكل بشكل مذهل، مع أنه في هذا البلد الكتاب المقدس مضطهد، ممنوع الكتاب المقدس، والاجتماعات المسيحية عليها مشاكل وحظر. هذا البلد هو الصين. أنت رحت بعيد، مش بلد إسلامي بالمرة يعني. مش إسلامي، لأنه إحنا غايتنا أنه كل العالم يعرف المسيح. ليه بصلي لأجل الصين؟ أنا أقول لك السبب. الآن الصين يشهد انتشار للمسيحية بشكل مذهل، كما يعني ينتشر النار في الهشيم. أعداد هائلة كل يوم تأتي للمسيح. باحثين وفي علم الإحصاء يقدرون أنه لو بقى الوضع على هذا الحال في أقل من 20 سنة تصبح الصين بلد مسيحي بالكامل، أكثر من ما أوروبا وأمريكا والغرب هذا اليوم. لذلك أنا بصلي حتى نور المسيح وبشارة المسيح تنتشر، وهذا البلد إحنا غايتنا أنه كل الناس تعرف المسيح رب وملك ومخلص شخص لحياتهم. أكيد. وأيضا الوثنيين البوذيين الهندوس هم في قلوبنا وفي صلواتنا، وليس فقط الأحبة المسلمين. فأنا راح أصلي لأجل الرب يعطي حماية للمؤمنين بهذا البلد، ينطي نعمة وانتشار الإنجيل، على الرغم من أن القوانين في هذا البلد تحظر الإنجيل وعليه مشاكل كثيرة، والاجتماعات المسيحية أيضا عليها مشاكل. إذا تحبين أخت نوال نبدأ بالصلاة، ويا رب كل اللي شاهد البرنامج يتحد معه. رح أرفع صلاة بسيطة لكن هي بين إيدين الرب عظيمة. أقول يا رب يسوع المسيح، إحنا اللي همنا بشارتك وكلمتك ونور الإنجيل ينتشر في كل مكان بغض النظر عن الشعب اللي يتلقى هذه الرسالة. أرفع بين إيدك يا رب، يا رب الصين وكل شرق آسيا يا رب بين إيدك يا رب. أنت تتمجد في هذه البلاد يا رب الوثنية اللي ما بتعرفك حتى ما تعرفك رب ومخلص على حياتها. أرفع الأخوة المؤمنين يا رب، الألوف الذين يأتون كل يوم إلى شخصك ويعرفوك رب وملك ومخلص. كمل معاهم وأعطيهم نعمة يا رب، وحميهم من كل شر وشبه شر. وفر لهم يا رب نسخ من الكتاب المقدس حتى ما يعرفون نور الإنجيل ويعرفون الإله الحقيقي. أضع هذا البلد بين إيدك، أضع السلطة يا رب بين إيدك يا رب. مؤمنيك يا رب من الأخوة اللي من الصين يصلون لأجل السلطة يا رب، حتى ما أيضا يا رب تفتقد الرجال الذين هم من في الحكم وفي السلطة حتى ما يعرفوك رب ومخلص. لذلك أنا أرفع هذا البلد
شعبا وحكومة يا رب، وحتى القلة القليلة من مسلمين هذا البلد يا رب بين إيدك، اتمجد أنت يا رب، وأنت يا رب انشر يا رب نورك وإنجيلك وخلاصك في هذا البلد باسم ربنا وفادينا يسوع المسيح، أطلب وأصلي. آمين 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 آمين. شكرا جزيلا لأجل هذه الصلاة، ثقتنا أنه الله بيسمع وبيستجيب الصلاة طالما بنطلب أكيد. أولا ملكوت الله وبره، أنه تنتشر فعلا الكلمة والخلاص لكل أمة ولكل لسان، لكل أمة وكل لسان. آمين. أخشانت موضوعك اليوم شوية يمكن فيه اسم كده أنا لا أدري، أنا شخصيا أول مرة أسمع عن هذا الاسم، ولا نعم. أدري إذا كانوا إخواتي المسلمين سمعوا عن هذا الاسم الموجود في العنوان. العنوان بيقول في سؤال: ما هي حقيقة حفص راوي القرآن؟ أنا لا أعلم، وأتمنى أنه الإخوة المسلمين العاديين، أنا لا أتوقع شخص باحث أو دارس يكون أسأله هل سمعت قبل كده عن اسم شخصية اسمها حفص وإيه علاقته بالقرآن اللي هو بين إيدينا. بالتأكيد الموضوع يعني جدير بالتركيز وجدير بالانتباه وجدير أن أنا يعني على الأقل أخشانت أنا نعم. بتوقع أنه هناك مقاييس معينة، يعني أنا مثلا لما هسمع اسم حفص ورواية القرآن هقول ده أكيد زي متى زي مرقس زي لوقا. بمعنى خليني أقول لحضرتك أكتر، أنه ده شخصية مؤتمنة من قبل الإله في توصيل كلامه للبشر، صحح لي إذا كنت بأبالغ في الكلام. طيب خلينا بداية نبدي بالنور. النون ماشي. الكتاب المقدس الله تكلم من خلال رجاله القديسين وأوصاهم أنه يثبتون الكلمة النبوية. هو قال لموسى اكتب هذا في سفر، هو قال لكل رجال الله اللي انتدبهم حتى ما ينشرون بشارة الإنجيل، قال لهم اكتبوا هذا في سفر، دون هذا عندك. وكان في نبوات كثيرة والنبوات تحققت بالمستقبل، وهذا دليل على صحة ما كتبوا هؤلاء الناس. انت بتقول لي استاذي شانت، انت نعم. بتقول لي حضرتك انه الله للإنسان على طول، للرسول على طول، الأمين لموسى شخصيا الله. نعم، ودائما الروح القدس روح الله القدوس هو يعطي للشخص هذا الكلام. موسى كتب الأسفار الخمسة وقرأها على مسامع الشعب، نعرف هذا في كلمة الله في سفر التثنية، يقول وقرأ موسى على مسامع الشعب كل سفر التوراة هذا وقال الشعب آمين، ويذكر حتى الوقت اللي قراه كان وقت طويل من الصباح إلى بعد الظهيرة، والشعب قال آمين وأعطاهم لوحي الشهادة الوصايا العشرة اللي كتبها الرب الإله بإيده. وهذا ما أيده أيضا حتى الإسلام على فكرة، أنه الله اللي كتب بإيديه لوحين الشهادة اللي بها الوصايا العشرة، وما بعرف ليش القرآن ما أخذ الوصايا العشرة يعني عنده. المهم موسى قرأ التوراة كلها لليهود وأخذوها، يعني بني إسرائيل، وأخذوها لما دخلوا أرض الموعد. كمان لاحظ أنه اللي كتبوا العهد الجديد الإنجيل بشارة الإنجيل الأخبار السارة كانوا يكتبون حسب يقول الرسول بطرس مسوقين، يقول لم نتبع خرافات وأساطير بل يقول احنا كنا معاه، يتكلم عن المسيح وفي حادثة التجلي، يقول كنا معاه مشاهدين مجده مسوقين من الروح القدس معينين عظمته. بالضبط معينين. يوحنا الرسول يقول الذي لمسناه الذي عايناه اللي لمسناه، حتى يعني ما بنتكلم منكم عن شخص وهمي، شخص ما بنعرفه، شخص عشنا معاه شفناه حكينا معاه لمسناه عايشنا، هذا هو الرب يسوع المسيح اللي فعل كذا وكذا والمعجزات. وعلى فكرة أخت نوال، توثيق الإنجيل ليس فقط في الإنجيل، يعني عندنا وثائق تاريخية كبيرة جدا خصوصا مسألة صلب المسيح مثلا، وثائق رومانية، وثائق يهودية، يعني من أعداء المسيحية وليس من المسيحيين فقط. يعني خليني
خليني أذكر لك ما يقوله البشير لوقا في بداية الإنجيل، يقول إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة. رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب إليك على التوالي أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاوفيلوس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. يعني بيقول الأمور المتيقنة بالتدقيق، مش جاي هو بيتكلم عن شيء سمعه من حد تاني، يعني هو يعني هو بيتكلم حاجة هو متأكد منها هو نفسه. ولوقا كان طبيب على فكرة، لوقا كان طبيب إنسان متعلم يعرف كيف يتبع المصادر. وهو لو تلاحظي في إنجيل لوقا يعني تبع كثير من الأمور كتبها، والرب استخدم مثل ما كان تابوت العهد يحملوه أربعة في العهد القديم، أربعة من الكهنة يحملون تابوت عهد الله اللي هو به كلمة الله به لوحي الشهادة، هكذا أيضا حمل الإنجيل من أربعة من التلاميذ والرسل. متى كتب عن المسيح كملك، وكتبوا لليهود حتى يعرفون اليهود أنه المسيح هو المسيا الملك الذي يجب أن يملك. ومرقس كتب عن المسيح كخادم الذي يخدم الناس، ولوقا كتب عن المسيح الإنسان وكان موجه إلى اليونانيين والرومانيين اللي كانوا يعظمون الإنسان. أما يوحنا كتب عن المسيح الإله، كتب عن الله المتجسد، كتب عن الله المتجسد، يقول أنه الله صار بيننا، حل بيننا، صار في وسطنا، والكلمة صار جسدا ورأيناه مجدا عظيما، مجد يعني ما في مثله. ويتكلم عن المسيح الرب المخلص، يتكلم عن لاهوت المسيح. فبالتالي كلمة الله، بالمناسبة أخت نوال، الكتاب المقدس يتكلم عن الملكوت اللي في أول صفحة، يتكلم عن الملكوت الذي فقد بسبب خطية آدم، وآخر صفحة يتكلم عن الملكوت الذي سوف يسترجع بخلاص المسيح اللي راح يرجعه أكيد. إنه أكيد. فبالتالي الكتاب المقدس وحدة واحدة، قصة واحدة تتكلم عن الخطية وما حل بالإنسان بسبب الخطية، يتكلم عن تدابير الله ومعاملات الله من خلال الأنبياء والآباء مثل إبراهيم وموسى ويعقوب وموسى وإيليا، وبعدين يتكلم عن ضرورة تجسد الله في شخص المسيح، هذا في أشعية اللي ذكر عنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيسا للسلام. أمين. اليهود يعرفون أن المسيح هو الله المتجسد، فبالتالي المسيحية لم تبتدع شيء جديد. أشعية النبي واحد من أنبياء بني إسرائيل اليهود هو من قال هذا الكلام. في نصف الزمان، في شطر الزمان، جاء المسيح وشق التاريخ إلى نصين، ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد. المسيح الله المتجسد جاء وحل، طبق ناموس موسى اللي عجز عنه كل البشر، ولأنه بلا خطية ولا عيب أصبح ذبيحة مرضية أمام الله، ولأنه قدم دمه كفداء أبدي لكل من يقبل به. لذلك اللي بيسمعني الآن، بغض النظر عن دينك، شو ما بتكون، شنو ما يكون موقعك في المجتمع، شيخ، قسيس، ملحد، وثني، الكتاب المقدس يعلمنا أنه ليس اسم آخر قد أعطي للناس به ينبغي أن نخلص غير يسوع المسيح، إياه وحده ربا ومخلصا على كل الناس. إذن الكتاب المقدس أخت نوال كتبوا 40 شخصية، بيهم الملك وبيهم الوزير وبيهم الراعي وبيهم النجار وبيهم الشخص اللي المتعلم والغير متعلم.
لكن هؤلاء الرجال اللي كتبوا الكتاب المقدس لما تقرئ تلاحظين انه شخصية المتكلم او اسلوب المتكلم بنفس واحد، نفس واحد، نفس الشخصية، ما في تغيير، سياق النص متسلسل، الاحداث متسلسلة، ما في تكرار ممل، ما في يعني تقميز او بينط الكتاب من قصة الى قصة وتلاقي ابراهيم هنا وابراهيم هنا، لا ما في هيك شيء. قصة كاملة، ياخذ حياة ابراهيم، بعد ابراهيم اسحاق، بعد اسحاق يعقوب، بعد يعقوب شعب اسرائيل في العبودية، بعد موسى وهكذا. يعني هناك في تسلسل منطقي في اي حدث مكتوب ومدمن ومدون في الكتاب المقدس. هذه المقدمة مدون وصادق، المسيح صادق على العهد القديم. المسيح ذكر أشعية وذكر وإنجيل متى استخدم عبارة لكي يتم ما قيل بالنبي كذا وكذا، لكي يقيل ما تم في كذا. الرسول بطرس أكد على رسائل بولس. بولس مش قاعد كده في ساعة عصرية شرب كده شاي وقال لك خليني أقوم أكتب لكنيسة كورنثوس، لا، بولس الرسول كتب رسائل كثيرة مش كلها أجت بالإنجيل. اللي كتبت بوحي الروح القدس هي الوحيدة اللي فقط صارت في الإنجيل، لكن مش كل شيء يكتبه بولس لازم يكون إنجيل. يعني مش بولس يكتب قائمة بالمشتريات من خضروات وخبز ولحوم تصير إنجيل، ما في عندنا هيك شيء. الروح القدس يعطي لرجل الله كلام، هذا الكلام رجل الله أو الموحى إليه بوحي الروح القدس اللي هو روح الله يكتب هذا الكلام ويصبح كتاب مقدس. وبعدين أهم شيء في آخر الكتاب الرب يسوع في رؤيا يوحنا يقول ليوحنا اختم على هذا الكتاب، من يزيد حرفا يزيد الله الضربات عليه المذكورة في هذا الكتاب، ومن يحذف حرفا يحذف الله اسمه من كتاب الحياة الأبدية. تحذير مهم على عدم المساس في النص المكتوب. هذا هو الكتاب المقدس ووحي الكتاب المقدس والطريقة اللي كتب بها الكتاب المقدس. أنا أشكرك جزيل الشكر لأجل هذه المقدمة اللي وضعت أمام السادة المشاهدين الأساس اللي نتوقع عليه كيفية ائتمان الرسالة القادمة من السماء إلى البشر. وعلى هذا الأساس إحنا بنتوقع نفس الكيفية هتكون بالنسبة لإخوتنا المسلمين هيتوقعوها، سواء بقى إذا كانوا يعني أنا هنا بخاطب أخويا وأختي المسلم اللي هو أخد دينه وعقدته من خلال أبائه. أنا ما بقولش إن هو دخل في جامعة أو تخصص أو جامعة إسلامية، لا، الطريقة اللي بيفكر بيها، الطريقة اللي بيتوقع بيها هتكون إنه الأساس إنه وصل له القرآن كلام اللي جاي من السماء على هذه الأسس. سؤالي لحضرتك أخ شانت، نعم، عايزين دلوقتي اسم حفص عايزين نعرف إيه علاقته بالقرآن اللي بين ايدين المسلمين وليه الاسم ده؟ اسماء كتيرة، لو انا توقعت انه يبقى قريب من رسول الاسلام، لو انا توقعت انه مثلا اشار اليه رسول الاسلام او اعطاه امر انه وكله القيام بهذا الواجب الهام جدا على اساس او على افتراض انه مش رسول الاسلام اللي قام بالتدوين، انا هترك لحضرتك الإجابة في كل ما يتوقع ذهني في هذه الأمور للبحث فيها. تفضل. طيب يا سيدي تفضل. هذا القرآن اللي بين إيدي اللي هو برواية حفص عن عاصم اللي يستخدموه معظم المسلمين في العالم ما عدا مسلمين المغرب، هم بيستخدموا قراءة ورش، ومسلمين ليبيا وتونس يستخدمون قراءة قالون. اللي أنا أريد اليوم الحلقة رح نتكلم عن حفص، برواية حفص عن عاصم. هذا القرآن اللي طبعته خليني أقول لك مين، دار ابن كثير، يقول تم الطبع بإذن خاص من الدار الشامية للمعارف بدمشق. هذا القرآن يذكر بالأخير بعد ما تخلص صور القرآن يبدي يقول إنه هذا القرآن من وين إجا. يقول تعريف
تعريف بالمصحف الشريف. أنا بقرأ لك من البداية، طبعاً هم ما مرقمين لأنه هذا قرآن، الترقيم فقط للنص القرآني، حاطين حروف. يقول كتب هذا المصحف، طبعاً يا ريت لو في سلايد اثنين موجود يقدرون يطلعوننا يا الأخوة أكون ممنون عشان يوضح كل شيء. كتب هذا المصحف وضبط على ما يوافق رواية حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي لقراءة عاصم بن أبي النجود الكوفي التابعي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب كويس السلايد طلع، نشوف السلايد معنا. رح نلاحظ التسلسل اللي موجود، محمد يعني بلغ أربعة، عثمان وعلي وزيد بن ثابت وأبي بن كعب. واحد من أوصى بهم محمد قال خذوا القرآن من أربعة هو أبي بن كعب وليس علي بن أبي طالب اللي أنا خليته بلون الأزرق. عبد الله بن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي أخذ الرواية القرآن من علي بن أبي طالب، وبعد شوية رح أسوق الدليل والنص من وين. فعبد الرحمن السلمي أخذ رواية القرآن ليس من الأربعة المعتدين الذي أوصى بهم محمد، أخذ القرآن من علي بن أبي طالب هذا الذي كان له قرآن وما قبلوا المسلمين. المهم عاصم أخذ من عبد الرحمن حبيب السلمي، أخذ القراءة من عنده، عاصم بن أبي النجود الكوفي التابعي أخذ منه، وعاصم علم اثنين، علم واحد اسمه أبو بكر وعلم حفص بن سلمان بن المغيرة الأسدي الكوفي، علمهم قراءة القرآن. فبالتالي حفص أخذ من عاصم، عاصم أخذ من أبي عبد الرحمن، إذا نطلع بالأسماء من جوا لفوق، من عبد الرحمن السلمي، عبد الرحمن بن حبيب السلمي أخذ من علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب يعني يفترض أن يكون أخذ من محمد، لكن في حين الصحابة ما قبلوا بقرآن علي ورفضوه حتى لما مات محمد. طب أخويا شان خليني بس نعم. أسألك، سامحني المقاطعة، خليني نعم. أسألك علشان أعرف يعني أتابع حضرتك بشكل أركز مع حضرتك دلوقتي. نعم. لما بتقول لي أخذوا قراءة حفص، أنا عايزة أفهم يعني إيه أخذوا قراءة حفص؟ يعني هم سمعوه هو بيقراه وبعدين حد تاني كتبوا؟ هل حفص كتبوا؟ هذا ده أول سؤال. السؤال الثاني، نعم. أنت كده حطتني في أنا عديت كم اسم أو بلاش اسم، عديت كم مرحلة بعد رسول الإسلام، دخلت في تقريبا أربعة أو خمسة. نعم. أنا بحاول أركز مع كل سلايد لأن نعم. أنا يهمني أخويا المسلم العادي اللي، وأرجو وأتمنى أنه الكتاب القرآن اللي كان بإيدين حضرتك ده هو يكون نفسه اللي بيقراه أخويا نفسه. وأختي المسلمين، كل المسلمين بالعالم يقرؤون حفص عن عاصم، كلهم يقرؤون هذا القرآن. بعدين أخت نوال خليني أقول لك معلومة. فضل. حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي ولد بعد محمد، بعد موت محمد بسنين طويلة، ما له أي علاقة بمحمد ولا حتى ملوش علاقة بالصحابة ولا بالتابعين. يعني الفترة الزمنية حوالي 150 سنة بيناتهم. هلا عشان أزيل الالتباس عنك وعن كل الأخوة، تفضل. إنه 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 محمد لما مات كان القرآن ما مكتوب. طيب دي أبو بكر جمع القرآن كنسخة شخصية له، مش جمعه علشان يعطيه للمسلمين، لا. ماشي؟ طب إزاي بتقولي ما كانش القرآن مكتوب وفي نفس الوقت بتقول إنه علي ابن أبي طالب كان معاه قرآن؟ أنا بحكي لك. أوكي. محمد بعد ما مات علي بن أبي طالب حب يجمع القرآن اللي هو عنده، اللي هو مفكر به، اللي يعرفه حسب آياته وصوره. فعمل القرآن وحسب النزول تاريخيا، مش زي القرآن هذا اللي بين ايدينا المسلمين اليوم. قرآن علي يختلف. يقول المراجع الإسلامية تقول انه علي بن ابي طالب حلف انه ما يلبس الرداء، ما يطلع برا البيت الا يجمع القرآن. لما راح اخذ القرآن على الخليفة ابو بكر وكان عثمان موجود، انطاء القرآن، عرض عليه القرآن اللي كتبه، فتح أبو بكر القرآن
يقول ووافقت عيني أبو بكر المشاكل ما بين الأنصار والمهاجرين. هذه اليوم ما نلقاها في مصحف برواية حفص، ما في، هذه في مصحف علي. يقول فطبق الكتاب وقال لعلي كفنا شر قرآنك، لأن هذا القرآن يتكلم عن مشاكل ما بين الأنصار والمهاجرين، يعني يذكر في بعض آياته هذه المشاكل، فما قبله بقرآن علي بن أبي طالب. أوكي، هذا من جهة. من جهة ثانية، هذا علي بن أبي طالب اللي ما قبل قرآنه هو الشخص الوحيد اللي أخذ منه عبد الرحمن حبيب السلمي، أخذ من عنده القرآن، لم يأخذه من أبي بن كعب، لم يأخذه من ابن مسعود المعتدين اللي هم يعني أعلام، لم يأخذه من عثمان، ترك عثمان وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأخذ القرآن القراءة من علي بن أبي طالب، اللي هو أساسا كان هناك عليه اعتراض، اللي كان على قرآن اعتراض. المهم سمع القرآن منه سماعا. طيب الآن المصحف اللي دونه أبو بكر كان نسخة شخصية، ماشي، المصحف اللي 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 دون بعدين وقت عثمان نتيجة مشكلة. المشكلة كانت أنه لما الجيش الإسلامي غزا أرمينيا صار خلاف بين المسلمين العراقيين والمسلمين السوريين على قراءة القرآن، بالتالي الحملة توقفت، واضطر قائد الحملة قائد الغزوة يرجع إلى الخليفة وقال له يا عمي الحق هذا الأمة لأنه اختلفت بالقرآن. فبالتالي لما اختلفوا بالقرآن اختلفوا، خليني معلش أسألك هنا علشان برضو اللي بيتابع حضرتك، أنا وأنا بتابع حضرتك الآن، نعم. اختلفوا في أنه في حاجات مقدمة بين إيديهم مش زي بعض؟ لا لا، أنا أقول لك ليش اختلفوا. العراقيين قرأوا بقراءة أبي ابن كعب والسوريين قرأوا بقراءة ابن مسعود، فبالتالي عندنا قرآنين مختلفين. لا تنسين ابن مسعود كان يحك المعوذتين، يقول هذه مو من القرآن، والفاتحة ما حطها بالقرآن، قال هذه دعاء. الفاتحة تبدي الحمد لله رب العالمين، يعني واحد بيدعو أهو، يعني أنا مش عارف كيف الحمد لله رب العالمين مالك يوم إياك نعبد، دي دعاء وما قبل بها بن مسعود. فبالتالي صار مشكلة في جيش المسلمين بين العراقيين والسوريين من جهة، لأنه اختلفوا في القرآن، فبالتالي صارت ضرورة على عثمان أن يكتب القرآن، صارت ضرورة على عثمان أنه يجمع القرآن ويكتبه. ولأن المشكلة في اختلافات ما بين المصاحف، طبعا إذا واحد يريد يسمعني يريد يرجع على أفضل مرجع يروح على كتاب السجستاني، كتاب اسمه كتاب المصاحف السجستاني، يذكر يتكلم عن 26 مصحف يختلفون مع المصحف اللي بين إيدينا اليوم. كتاب السجستاني اسمه المصاحف، يتكلم عن مصحف عائشة ومصحف علي و كثير من المصاحف اللي كانت موجودة. الآن حتى لا نروح بعيد وخلينا في موضوع القرآن فقط، تمام. نوال عثمان عنده نسخة، شو سوى؟ مسك كل النسخ المختلفة حرقهم، سرح لهم الزيت والخل والنار، شي يحرق شي يمحي. حتى ابن مسعود جبروا على أنه يسلم النسخة اللي عنده من القرآن علشان ما يظل بيدين الناس أي نسخة تخالف اللي جمعه زيد بن ثابت. هذه طبعا مسألة الجمع ممكن نعمل عليها حلقة كاملة، وراح نشوف البلاوي اللي صارت. يعني يقول لك القرآن كان محفوظ في صدور الرجال، طب لو كان في محفوظ في سورة الرجال ليش اضطر زيد ياخذ القرآن آخر سورة التوبة اللي هي ثلاثة أرباعها طائرة أساسا، أخذها من أبو خزيمة الأنصاري رجل واحد، في حين قالوا لما تجمعون القرآن خذوا بشهادة رجلين. قصدي من الكلام ومختصر مفيد أخت نوال، الكتاب المقدس دون بأمر إلهي، الله استخدم الروح القدس واستخدم ناس قديسين مفروزين مخصصين لكتابة الكلمة. أما القرآن دون بأمر ومشورة بشرية ليس بأمر إلهي، حتى كي ما يدون كمصحف بين دفتي كتاب، وهذا الفرق الكبير. حتى أنه زيد
لما قالوا له اجمع المصحف قال لهم لماذا تأمرونني بشيء لم يؤمر به رسول الله؟ يقول ووجدت هذا كثقل الجبال على قلبي. أوكي. زيد يقول يعني استصعبها للشغلة. المهم طيب عفوا للمقاطعة خليني نعم. اسمح لي أخذ الاتصال معنا محمد من العراق، تفضل. أهلا بك أخ محمد، أهلا وسهلا. أهلا مرحب بك أخ محمد، أهلا وسهلا. أتمنى أنه يتحلل الصبر وما يقاطعني إلى أن أكمل المداخلة. تمام أنا مش سامع. تفضل مش هنقطع. تفضل. ممكن؟ أكيد تفضل، أهلا بك. نعم أنا أنت تشقق، بس أولاً هو يتكلم كل ما حقيقة حفص رأى القرآن. أنا أسأله ما حقيقة مرقس ولوقا اللي أصلاً ما رأوا المسيح ولا عاينوا المسيح، وكانوا في أنطاكية وكتبوا الإنجيل بعد عشرات السنوات من صلب المسيح. القرآن كتب فقط بعد سنتين من وفاة الرسول. هذا أولاً. وثانياً يا أستاذ احسب أنه القرآن ما من عند الله، واحسب القرآن من الشيطان، واحسب القرآن من عند محمد. أريد أعرف إله اليهود والنصارى كيف سمح لشخص مثل محمد يجيب كتاب ويقول هذا كتاب سماوي، المفروض إرادته تتدخل وتمنع محمد من هذا الشيء، بس الظاهر هو إله اليهود والنصارى كان راضي محمد يجيب كتاب من عنده، أو أنه عاجز يمنع محمد. وثالثاً أنت كتابك اللي تؤمن به في سفر أرمية 23 وفي سفر التثنية 18 يقول النبي الكاذب ويتكلم بكلام لم يقله الرب يموت ذلك النبي ويعاقب ويقتل. فأنا أسألك يا هو الذي قتل وعوقب محمد أم يسوع؟ أوكي أنا ممكن أخذ نوال الدونين عبارة عشان أنا أتذكر بعدين. محمد أنا رح أسوي لك حلقة لك ولكل المسلمين أبين لك أنه محمد في القرآن اتحدى الله وقال لو كنا أتيناه من غير عند الله لا يعني قال إذا أنا مش صادق في هذا القرآن وليس من عند الله فخلي يقطعوا بالوتين. يعني هو محمد وضع تحدي أمام الله إذا أراد إذا هو مش نبي حقيقي الله يعاقبه بطريقة الموت اللي هي انقطاع الأبهر. ومحمد لما مات مسموم يا أخي محمد ها هذه في سورة الحاقة 46 يقول ثم لقطعنا منه الوتين. يقول لو تقولنا محمد يقول لو أنا بتقول هذا الكلام مو من عند الله خلي الله يقطع مني الوتين اللي هو الشريان الأبهر المربوط بالقلب. محمد لما مات أخت نوال لما أجدتي عليه أخت البراء بن معرور البراء العفو لما أجدتي عليه قالت له قال له تطعن على صحته قال ما أرى هذا الأنا الذي فيه إلا من الأكل التي أكلتها مع أخيك في خيبر وهذا أوان انقطاع أبهري. طيب احنا امامنا ثلاث يبين يعرف انه هو محمد مات مسموم مات مغتال وليس أوكي. مات موته طبيعيه. اوكي احنا امامنا ثلاث نقاط حتى انت حضرتك دخلت في البدايه من هو انا دونتهم علشان يعني. تكمل الاجابه عليهم. اسمح لي اخ شانت لانه الاتصال من العراق وبتتقطع الاتصالات بسرعه خليني بس اخذ ساجد من العراق وبعدين نرجع تاني نرجع تاني نعلق على الاخ محمد. ساجد من العراق تفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا كيف الحال؟ شكرا جزيلا تفضل اخ ساجد. الحقيقه انا بغيت اسال علشان ما اعرف يعني الشخص اللي جالس معكم هو يعني انا عندي فد شيء بسيط في مدرسة أجنبية وطفل مسلم. تسمعني أنت؟ سامعك حبيبي تفضل ساجد. أهلا وسهلا بك. سامعك. أوكي فالمدرسة الأجنبية سألت الطفل قالت له أنت تعترف بالإسلام يعني هل تتأكد بأنه وجود آخرة وحياة ثانية؟ فقال لها يعني أعترف أكو حياة ثانية. قالت له تقدر تشوفها؟ قال لها لا. قلت له إذن لا وجود لله. فأول شخص سأل هذا الطفل قال لها أنت عندك عقل؟ قالت له لا ما أنا عندي عقل. قالت تدرين تلمسينه؟ قالت له لا. قال إذا لا وجود لعقلك. هذا شنو علاقته بالموضوع أخ ساجد؟
نعم. نتكلم عن جمع القرآن برواية حفص عن عاصم. نعم. هل عندك شيء بالموضوع يعني؟ نعم. عندك شيء بالموضوع؟ تعرف القرآن اللي بين إيدك؟ أنا عندي شيء واحد أقوله لنا ومن بعدها أستاذن من عندكم. أنا أقول أنه أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن عليا ولي الله. أوكي، يعني أنت شيعي حضرتك؟ أنا شيعي وراح أظل شيعي وأتشرف بولاية أمير المؤمنين. ما عندنا مشكلة، شوف علي بن أبي طالب شنو دينك وشنو اتجاهك، بس أنت عمرك قرأت القرآن اللي بين إيدك من وين إجا؟ عمرك تحققت من هذا الأمر يا ساجد حبيبي؟ نعم. عمرك تحققت من القرآن اللي بين إيدك، هذا القرآن اللي أنت تقرأه، تحققت هذا منين إجا؟ منو كتبه؟ منو حافظ؟ منو عاصم؟ هذول الناس شنو وزنهم في الإسلام؟ اللي هو وزنهم اللي هو في المجتمع والعالم كله، اللي هو أمير المؤمنين، والقرآن اللي هو نزل على صدر محمد. القرآن اللي نزل على صدر محمد نفسه كان ينسى، وعندك آية بالقرآن سنقرؤك فلا تنسى، ومحمد إذا تتابع الحلقات اللي قبل هاي اللي احنا قدمناها، محمد سمع شخص يقرأ قرآن وقال رحم الله فلان أذكرني آية كذا وكذا كنت قد أسقطها. هذا بأي كتاب؟ هذا بأي كتاب؟ أي كتاب؟ راجع نعم. حلقتنا عندك فد مسلمسك على هذا الشيء عن الوحي، راجع الحلقة وشوفها وراح بعدين تعرف من وين. أنا أقول لك شيء، إذا يعني فعلا يعني مع اعتزازي لك واحترامي لك نعم. وتقديرك إلي، بس أعطيك فد وجهة نظر يمكن تستفاد من أدها، وأنا متأكد راح تستفاد من أدها إلا إذا كنت أنت فعلا ما تبي تفهم هذا الشيء. لا تفضل حبيبي، عندك إنترنت وتقدر تدخل على اليوتيوب وتكتب محاضرات الشيخ الدكتور رحمه الله أحمد الوائلي، وأعتقد يعني راح توصل لك الإجابة الكافية والوافية. أنا إنسان بسيط عادي من هذا المجتمع العادي. أنت بس ساجد حبيبي شوف. نعم. أنت حتى لو أنت كإنسان بسيط هذا ما راح يعفيك أن توقف أمام الله وتقدم حساب عن كل شيء. هذا ما راح يعفيك أنه أنت المفروض تلزم القرآن وتقرأ، والمفروض من تقرأ القرآن ويقول آمنا بالله أيضا تقرأ التوراة والإنجيل. القرآن أستاذ أنا أسألك سؤال واحد. نعم تفضل. أنت تعترف بولاية أمير المؤمنين ولا ما تعترف؟ أنا ما أعترف بمحمد كنبي، والقرآن أنا عندي كمسيحي القرآن هو كتاب ليس من عند الله. الله ما عنده أحزاب، الله ما عنده ناس وناس، الله ما عنده هذا. مو أكو آية بالقرآن يقول إن الله يحب كل الناس، لذلك أرسل المسيح للكل، أرسل الساجد والمحمد والعباس ولكل الناس. وأجوا ناس، المسيح قال سوف يأتي من بعدي أنبياء كذبة يأتونكم بثياب حملان ولكنهم ذئاب خاطفة من الداخل. شلون نعرف ذول الأنبياء الكذبة؟ من ثمارهم تعرفونهم، من ثمارهم تعرفونهم. لا يجنون من العنب حسكة، من الحسك عنبا ولا من الشوك تينا. وثمار الإسلام ما شاء الله يوميا نشوفها، ثمار الإسلام يوم بفرنسا ويوم بألمانيا ويوم بالكرادة ويوم يعني التفجيرات والقتل والسلب والنهب، والحمد لله. نعم. أنت تعترف بالقرآن؟ أنا لا أعترف بالقرآن أنه كتاب من عند الله. القرآن مجرد كتاب كتب محمد وبمعونة كثير من أصدقائه، لأنه عمر بن الخطاب قال وافقني ربي في ثلاث، الله ماله وافقه في ثلاث، أنا الحجاب وعسى أن يطلقكن. تعرف الموضوع الطائفي، بس أنا أقول لك يعني أنت يعني صدقني ما أقدر أتجاوز ولا شيء، بالعكس أنتم يعني ناس محترمين، بس أعتقد هيك كلام إن أسمع عنه هذا أعتبره كلام أمريكي على يهودي متجنس بعربي بلغة عربية. فأتمنى من كل رب يكون يهديك إلى الطريق الصواب. تريد أضحك عليك ساجد يثبتك على أقدامك حبيبي. تريد أضحك عليك يعني لو أقول لك الصراحة؟ لأنه فعلا أنت يعني إذا ما تنتبه لحالك يعني أنت في هلاك. صدق عزيزي الكريم. أنا ما عندي شيء معك، نتناقش اليوم موضوع الحلقة عن
عن حفص، عندك اي معلومه عن حفص؟ شو من هو؟ عندك معلومه نعم. عن حفص من هو؟ من يكون يعني مثلا حفص بن سلمان بن مغيره الاسدي الكوفي؟ انا عندي معلومه على امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام. نعم. وعندي معلومه عن الرسول صلى الله عليه واله وسلم يقول انا مدينه العلم وعلي بابها. ايش قال علي بابها في نهج البلاغه صفحه 8؟ علي يقول الخفاش يطلع ضوء من عينه ويباوع على مود يقدر يطير بالليل. حقيقه علميه؟ هاي مو حقيقه علميه. الحقيقه العلميه الخفاش يصدر صوت ويرجع له التردد وبالتالي يقدر يشوف. راجع نهج البلاغه صفحه 8. علي بن ابي طالب ما عنده شيء من العلم. وعلي بن ابي طالب لا تزعل مني ساجد، اعرف انت شيعي تحب علي هوايه وتقدسه. علي بن ابي طالب ليس كما روي لك. على العموم هذا مو موضوع الحلقه، معلش سامحني. احنا سمعنا لك هوايه يعني ذات، لانه الماده عندي طويله ويا ريت تتابعني، يا ريت تتابعني حتى تعرف حقيقه القران اللي بين ايدك هو من شخص كذاب وغير صفات، بعدين راح تعرفها بالحلقه بس اذا تسمح لنا. وانت كلش حر وبراحتك وارجو ما ضربناتكم وفرصه. نعم السلامه. انا اتكلم لك من مراجع اسلاميه، انا ما اجيب المعلومه من عندي ساجد حبيبي. طيب احنا بنتمنى انه الاخ ساجد يكون متابع للبرنامج لهذه الحلقه وبنرحب به في هذه الحلقات معنا على الآرامية. لكن هو الحقيقه الجزئيه مهمه قوي، انه انا لما سالته اخ شانت اذا بيعرف عن حفص، يعني انا توقعت طبعا انه ما يعرفش عن الاسم ده. على اي حال انا محتاجه حضرتك بس ترجع تكمل تاني تعليق على محمد، ولو سمحت برضو تبقى تعلق لي على الكلمه اللي قالها الاخ ساجد. هذا كلام امريكي على يهودي على متجنس بجنسيه عربيه. اسمح لي اخذ يوسف. اهلا بك. مرحبا اخت نوال. اهلا وسهلا. شلون الصحه؟ الله يبركك. ارجو ان لا تقطعيني لان موضوع مهم ولي اهميه بي. لا العفو تفضل. عشان شلون الصحه؟ اهلا بك حبيبي تفضل. بالنسبة إلى الإنجيل والتوراة عندنا 25,000 مخطوطة بالوقت الحاضر، وعندنا كتاب إشعياء كامل، كتاب إرميا موجود من كهوف القمران بيها كنز الماء عليها أو الكتابة شوية تأثرت بس نفس الموجود الآن. أما بالنسبة إلى القرآن واحد كان مكتوب على الأوراق وعلى الأحجار وعلى العظام. ليش ما جمعوا محمد؟ اللي جمعوا أبو بكر شوية مو في صحائف، مو في صحيفة واحدة، وعمر نفس الشيء. أما بالنسبة إلى عثمان بن عفان، ليش حرق جميع المصاحف اللي كان عنده بس خلى مصحف واحد؟ لأنه مختلفة. اثنين، ليش أنه ما أخذ من علي بن أبي طالب القرآن اللي كان يكتبه علي بن أبي طالب؟ ثلاثة، أعيدك إلى ساجد أرجو أن تسمعني، أعيدك إلى ابن ماجه عن عائشة قالت نزلت آية الرجم ورضاءة الكبير عشرا، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله وتشاغلنا بموته دخل داج فأكلها. يعني الله ما قدر يحفظ كلمته، لأن يقول إنا نزلنا الذكرى وإنا لو حفظون. الله هنا ما قدر يحفظ. اثنين، أنتوا المسلمين تؤمنون أنه محمد أشرف الأنبياء، عيسى عندكم نبي، إذا محمد أشرف من عيسى. بس عيسى عندكم بالقرآن سورة النساء 171، عيسى كلمة الله يلقاها إلى مريم وروح منه. إذا محمد أشرف من كلمة الله وأشرف من روح الله، إذا محمد أشرف من الله. ثلاثة، أنت ساجد أرجو أن أنا أحترمك جدا وأعتز بيك، أرجو أن لا تزعل من عندي، أنا شي اللي قرأته دا أقول لك إياه، أنه عائشة زنت مع طلحة معركة الجمل مع صفوان بن لا مو ويا طلحة معركة الجمل، من راح دا تحارب علي بن أبي طالب ومن راحوا البني قريظة ويا محمد زوجها ونبيها، كانت قضت يقال ليلة ويقال ثلاث ليالي مع صفوان بن المعطل السلمي. طيب وهناك بس دقيقة تسمحي لي أخت نوال، أنه في هالمرحلتين هذه اكو حديث. يوسف
أخ يوسف، الحقيقة أنت معلوماتك غزيرة جدا، وإحنا نتمنى أن يكون هناك في حوار شخصي مع حضرتك، بس مع الأسف لأن بتجيلنا اتصالات من أوفرسيز وبيرجعوا يتصلوا بينا تاني، فإحنا بس مش عايزين الناس تزعل مننا المستنيين. هنرجع يعني أنا بشكرك كتير قوي لكل معلومة مهمة جدا بتثري الموضوع. شكرا للأخ يوسف، وهاخد جيمس من السودان. ألو أخت نوان، أهلا بك. سلام المسيح معك. أهلا بك. وسلام على زيفك الكريم، أنا لا أعرف اسمه. سلام المسيح. شانت، الأخ شانت، أهلا بك. سلام المسيح أخي وسام معك. سلام المسيح لك حبيبي. أنا لا أريد أن أضيف أي شيء في هذا الموضوع، فهو موضوع شيخ وتمام، لكن أريد أن أكرر مرة أخرى إننا للأخ ساجد وللأخ محمد إننا لا نعترف بمحمد كرسول ولا نعترف بالقرآن الكريم، ولكن إذا جاء إنسان كالأخ أصام وكالأخت نوال مثلا بالدراسة العلمية، إنه كان في مصاحف، لما جمع المصاحف، لما جمع القرآن كان في مصاحف جمعت من عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وهكذا، أكثر من مصاحف كما هو مكتوب في كتاب السجد الثاني. طيب يجي ينكر هذا الكلام مثلا زي ساجد ويقول انتم يهود وانتم كده وكده، هذا كلام غير صحيح يا اخي ساجد ويا اخي محمد، عليكم ان تفهموا هذه الاشياء مكتوبه عندكم، وتترك هذا الدين الذي الدين الشيطاني الذي سمى الاسلام وتدخل المسيحيه لكي تتخلصوا. هذه هي رساله بتاعي الى الاخوه كساجد وكمحمد وغيرهم من المسلمين. شكرا جزيلا أخونا جيمس. طيب هرجع ليك أخشانت مرة تانية للتعليق. الأحباء المشاهدين الخطوط مفتوحة، أهلا بكم، نعود لحضرتك أخشانت تفضل. معلش عشان نمشي بالموضوع لأن ما بدي أضيع الموضوع، لأن ما رح أطول، بس كمان اللي رح أحكيه الآن في صلب الموضوع، عندنا محمد حكى لبعض من الصحابة، شفنا بالسلايد رقم 2 التسلسل، والصحابة كانوا 4، اللي هو عبد الرحمن بن حبيب السلمي أخذ من علي بن أبي طالب، لم يأخذ من هذولا. هذا الكلام وين ورد عشان المسلم اللي يسمعني يعرف أنا بتكلم من مراجع؟ هذا في مسند أحمد شو بيقول؟ قال شعبة، اسمعوا الكلام يا أخوة يا أحبة يا مسلمين، اسمعوا الكلام علشان تعرفوا أن احنا بنجيب من كتبكم. قال شعبة، وهذا شعبة يا أخت نوال هذا أمير بالحديث، يعني رجل ثقة وأحاديثه ثقة. في سلايد 4 لو إذا نقدر نطلعه، يا ريت سلايد رقم 4 راح نشوف الكلام اللي بقرأ. في مسند أحمد قال شعبة ولم يسمع عبد الرحمن من عثمان ولا من عبد الله بن مسعود، ولكنه سمع من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا الكلام في مستخرج أبي عوانة في كتاب مبتدأ فضائل القرآن، يتكلم شعبة يقول هو لا سمع من عثمان اللي جمع القرآن، ولا سمع من عبد الله بن مسعود واحد من الأربعة المعتدين، ولا من أبي بن كعب ولا أي واحد. سلايد رقم 4 هذه المعلومة عن 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 عبد الرحمن بن حبيب السلمي. هذا عبد الرحمن بن حبيب السلمي اللي سمع القرآن من علي فقط، أعطى لمين؟ أعطى القراءة هذه، أعطاها لعاصم بن أبي نجود الكوفي. إذا نشوف التسلسل في سلايد 2، عاصم بن نجود الكوفي هذا، نشوف ملاحظات عليه شو هي. الآن عندنا مشكلة في عبد الرحمن السلمي أخذ من علي، وعلي غير معتد في القرآن بحسب حديث محمد، قال خذ القرآن من 4، أبي بن كعب وابن مسعود.
في حين هذا الرجل أخذ من علي، وعلي غير مذكور. يعني واضح من كلام حضرتك أخشنت إحنا هنا بصدد إشكالية، يعني رواية، روايات، يعني القرآن مبني على روايات. وأنا بس أرجع لحضرتك مع النقطة دي مرة تانية، ودي إشكالية كبيرة قدام إخوتنا المسلمين. خليني اسمح لي أخذ من العراق كاظم معنا على الهاتف. تفضل كاظم من العراق. السلام عليكم. سلام لكم. سلام لكم. شلونكم عيني؟ شلون صحة؟ هلا بيك أغاتي. مداخلة وياك بسيطة إن شاء الله. تفضل حبيبي. حبيبي أول عندي سؤال. تفضل. السؤال. تفضل حبيبي سامي. السؤال أول، هل محمد صلى الله عليه وآله مذكور في الإنجيل عندكم أم لا؟ لا ما مذكور. ايه علاقة السؤال ده، ايه علاقة السؤال ده بالموضوع؟ احنا بنركز على شخصية اسمها حفص، معرفش تعرف. انا بس خليني اسألك السؤال ده بعد اذنك اخ شانت، انا عايز اسأل سؤال. انت سمعت عمرك عن اسم حفص دوت كراوي للقرآن؟ جاوبني على السؤال لو سمحت. انجيلكم محرم. لا معلش معلش، انت ما سمعتش الحلقة من الاول، عفوا سامحني اخ كاظم. جاوب على السؤال لو تتكرر. اتفضل. لم تجيبون على السؤال، يعني ما انت ما جاوبتك. انا قلت لك محمد لا مذكور بالانجيل، وكمسيحيين لا نعترف بمحمد كنبي ولا بالقران ككتاب من عند الله. هذا ايمان كل المسيحيين في كل العالم. ممكن عندك شيء بعد تحب تقوله أخ كاظم؟ إذا نحن أم لا نحن نعترف بعيسى نبي؟ نعم. لذلك نحن مذكور عندنا عيسى في القرآن، وأنت تقول محمد لم يذكر عندنا، إذا إنجيلكم محرف حبيبي. عيسى من هذا محرف؟ عيسى من عيسى؟ إحنا ما نعرف واحد اسمه عيسى. إحنا عيسى هذا اللي مذكور في القرآن ما نعترف به. إحنا عندنا المسيح. عندك ملاحظه على موضوعنا؟ هل سمعت بحفص ابن مريم؟ تعرف عاصم؟ تعرف عاصم لو ما تعرف كاظم؟ حبيبي هؤلاء اناس. عفوا اخ كاظم، عفوا الصوت مش واضح، لو حبيت ترجع تاني تتصل بينا لأنه الجمل الأخيرة ابتدت ما تكونش واضحة. هاخد مروان من كندا. سلام لك مدام نوال وأخشان. أخشان أنا ما بيهمني من كتب القرآن، المهم لي أن القرآن لا يصلح في أي مكان ولا في أي زمان. عند الشيعة، بعض الشيعة يؤمنون أن نهج البلاغة هو أقوى من القرآن. وبالنسبة لي أنا مثل ما بيقولوا بالإنجليزي الكتابين NFG NFG نينتهم مثل بعضهم. وشكرا. شكرا. طيب خليني أخذ نوال أمشي أسترسل عشان نروح الموضوع يضيع من ايديا، معلش. طيب انا بدي اوصل. يا اتفضل حضرتك هتكمل يعني الطرح في كم دقيقه، وبعد ما ناخد الطرح ده هنطلع على فاصل. اتفضل. طيب أتشارك. طيب عاصم بن نجود الكوفي هذا شوف شو بيقول. انا بذكر من المراجع الاسلاميه، شوف شو بيقول. عاصم قال العقيلي لم يكن فيه الا سوء الحفظ، لم يكن هذا في ابن عساكر تاريخ دمشق جزء 27 صفحة 150. قال الدار قطني في حفظه شيء، يعني في شيء في مشكلة. وقال النسائي عاصم ليس بحافظ. هذا عاصم اللي رح يروي الحفص، ها هذا المعلم تبع حفص، ليس بحافظ. هذا في كتاب سير الإعلام النبلاء لمحمد الذهبي الجزء السادس صفحة 79. كمان قال يحيى القطان
أنا بقرأ من السلايد رقم 6 على العموم، مش مشكلة هذا. قال عيسى، قال يحيى بن، قال يحيى القطان: ما وجدت رجلا اسمه عاصم إلا وجدته رديء الحفظ. قال النسائي: ليس بحافظ. وقال ابن خراش في حديثه نكرة. الآن خذ المعلومة هذه أخت نوال، الشيخان بخاري ومسلم لا يأخذون بحديث عاصم إذا كان الحديث راويه عاصم، أو إذا كان عاصم هو الراوي الوحيد لهذا الحديث، إلا إذا كان مقرونا، إلا إذا كان وياه واحد ثقة. تخيلي إيه سبب؟ بخاري ومسلم إيه سبب يعني؟ لأنه 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 كان، ما أنا قلت ليش، لأنه ما بيحفظ، ليس بحافظ، ينسى، ما عندوش القدرة أنه يحفظ ويفتكر الآيات. نعم، حديثه في نكرة وليس بحافظ. وقالوا أيضا، قالوا يقول العقيلي قال لم يكن فيه سوء إلا سوء الحفظ، يعني هو كويس بس كان اللي بيه العيب اللي بيه ما بيحفظ. فهذا اللي ما بيحفظ راح يحفظ حفص القرآن، والقرآن حفص راح يقوله، والمسلمين كتبوا وصار هذا الكتاب اللي بين إيدينا اليوم. أنت وياي؟ فهم علي؟ وياك وياك. ماشي، خلينا نمشي من 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 عاصم إلى 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 شخصية ثانية اللي هو حفص. أنا قلت طبعا هذا المرجع الأخير اللي قلته عن البخاري ومسلم هذا مذكور في ميزان الاعتدال في نقد الرجال جزء الرابع صفحة 13 عشان الأخوة المسلمين يعني يفتكرون أنه احنا بنتكلم بالمراجع. طيب الآن نجي إلى حفص في سلايد رقم 7 إذا كان ممكن نقدر نشوفه. يعني قال أحمد بن حنبل، قال يحيى بن سعيد بن شعبة: أخذ مني حفص بن سليمان كتابا فلم يرده، ما رجع الكتاب، ولم يأخذ، وكان يأخذ كتب الناس فينسخها ويرويها من غير سماع. كان يأخذ كتب من الناس ما بيرجع لهم إياها، يعني ما كان أمين، وكان يأخذ من الكتب يقرأ يكتب من غير ما يسمع من أحد. واضح الصوت أختنا؟ واضح الصوت، ونحن أمام يعني جزئية هامة جدا. طيب. تثير الكثير من التساؤلات. خليني أخذ فاصل أخشنت، فاصل قصير، ونعود مع حضراتكم حالا، وخطوطنا مفتوحة. أهلا بكم، أتمنى الإخوة المسلمين زي الأخ محمد، الأخ ساجد، الأخ قازم، أهلا بكم. بنعرف أن الموضوع يبدو صادم، هناك أمور صادمة كثيرة لما بتطرح أمام حضراتنا، بس يجب أن نتوقف عندها وننظر إليها ونقرأها ونبحث فيها. نعود معكم حالا، وهذه الحلقة مع الأخ شانت من النور بدد الظلام، ابقوا معنا. من جديد بنرحب بحضراتكم ونواصل لقائنا معكم هذه الحلقة على البث المباشر مع الأخ شانت من برنامج النور بدد الظلام. عنوان الحلقة: ما هي حقيقة حفص راوي القرآن؟ أتمنى أنه أسمع من إخواتي المسلمين، خطوط مفتوحة، أتمنى أسمع سؤال تحديدي جوه: هل هو أول مرة يسمعوا عن هذه الشخصية أم سمعين فيها قبل كده؟ إذا كان هناك أي شيء يحبوا يناقشوا فيه الأخ شانت من جهة ما طرحوا، من جهة الحقائق، إذا كان هو بيحط المشاهد، بيحط المسلم العادي في أمور غير مرتبة أو بيلخبط الأخ أو الأخت المسلمة، أرجو أنك بالمعلومة حتى البسيطة اللي عندك أهلا بيك بتتواصل معنا من خلال التليفون. برحب من أمريكا، باخد الاتصال معنا أم نور. أهلا وسهلا أم نور. أم نور يبدو أنه الاتصال اتقطع. طيب أنا هعود، الخطوط مفتوحة، وعود الآن مع الأخ شاند لنواصل، عفوا لنواصل، إذا كان يريد أن يجيب على مداخلات أو يواصل الطرح. تفضل أخ شانت. شكرا. ابن الجوزي، ابن الجوزي، أنا بذكر هذه المعلومة ليش؟ لأنه في مسلمين وخصوصا الشيعة حبوا يتنصلوا من مسألة حفص، وقال لك لا هذا مو هذا حفص فلان، هذا في حفص واحد ثاني البصري هذا. فتعرفين المسلمين دائما بيعملوا هيك. أنا عشان هيك راح أقرأ هذا المرجع.
قال ابن الجوزي: حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي القارئ البزاز، يعني هذه مهنة طبعا، بزاز ببيع قماش، وهو صاحب عاصم، يعني بيحدث بالضبط أنه هو صاحب عاصم اللي أخذ منه القراءة ماشي، ويقال له الغاضري، وهو حفص بن أبي داود الكوفي. بيقول عنه، شو بيقول عنه؟ قال يحيى، هذا الجوزي يذكر آراء الناس، يحيى قال ضعيف، وقال مرة ليس بثقة، وقال مرة هو كذاب. الآن قال أحمد ومسلم والنسائي، ثلاث مراجع مع بعض، يا ريت المسلم يتابعني ويسمع ويكتب إذا يحب، وإذا يشوف الفيديو ممكن يوقفه ويروح يشوف المرجع يتأكد. قال أحمد ومسلم والنسائي متروك الحديث، وقال البخاري تركوه، يعني أنتوا لسه بتحكوا فيه، هذا تركوه من زمان. وقال السعدي قد فرغ منه، أوه أنتوا لسه بتحكوا بهذا الرجل حفص، هذا يعني زي ما بتحكوا بالمصري ده خلاص انتهينا منه، يعني رمينا طبته، قد فرغ منه منذ دهر. وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش كذاب متروك يضع الحديث. كلمة يضع الحديث أخت نوال تعرف شو معناتها؟ يعني هو يألف الحديث، هو يقول كذا عن كذا عن كذا، يعني ماشي؟ يعني نحن يعني هناك اتهام واضح من قبل أشخاص ليهم ثقة في هذه الرواية. طيب خليني اسمح لي أخذ أم نور معنا. أهلا بك أم نور، تفضلي. يا تفضلي أم نور، أهلا وسهلا. أهلا وسلام المسيح معاكم. معك أيضا. أيوة. أنا بس عندي سؤال أريد أسأل، هم شنو الشيعة الأخشان؟ الشيعة بالعراق نعم. القرآن مالتهم مختلف، يعني هذا دليل على التحريف إذا مختلف. ثانيا أنا اللي أعرف القرآن تنقب بعد كم سنة، يعني هذا بواسطة الحجاج بن يوسف الثقفي، يعني إذا يشيلون النقاط ينقون القرآن للسريانيين والآشوريين، يقرأ لهم إياه القرآن بغير مفهوم وبغير معاني، وأنت شنو رأيك أخشان؟ وشكرا. أوكي، الشيعة بيستخدمون نفس القرآن برواية عن حفص، عن برواية حفص عن عاصم، نفس القرآن اللي بنتكلم عنه. الشيعة هم عندهم أفكار باتجاه القرآن ما بدي أخوض بيها، لكن بيستخدمون نفس هذه النسخة من القرآن، مع أنه يختلفون ببعض يعني القراءات أو الآيات. وكنتم خير أمة، يقولون وكنتم خير أئمة أخرجت للناس، هي خير أمة أخرجت للناس، هم يقولون لا هذه بالحقيقة هي خير أئمة. أذكر مثال بس يعني بسيط بالنسبة، أنا ما بعرف أنت سألتي عن كثير أمور، هذا بالنسبة للشيعة، وبالنسبة للقرآن هم بيأخذوا بالنسخة اللي بنحكي عنها، على يعني على مود هالشكل أنا دا أحكي على هذه النسخة بالذات، لأنه بالعراق وكل أقطار العالم ما عدا المغرب وتونس وليبيا يأخذون بقراءات ثانية من قراءات قالون وورش، لكن كل البقية يستخدمون هذه القراءات. ما بعرف بعد إذا كان في سؤال سألته وأنا ما جاوبته، ما بعرف. هي كانت كان ليها تعليق بتقول لو تشالت التنقيط، التنقيط والتشكيل مر بمراحل. الحجاج بن يوسف الثقفي أمر معروف عند معظم الناس أنه أبو الأسود الدولي اللي نقط الحقيقة، يا مش هيك الحقيقة، هو يعمر من نقط القرآن، وأبو الأسود من شكل، يعني القرآن مر بمرحلتين. أول شيء نقطوه فاء قاف باء تاء ثاء، نقطوا الحروف لأن كان ما منقط. المرحلة الثانية تحريك، والتحريك هذا مشكلة، لأنه غلبت الروم أو غلبت الروم، الروم غلبت لو انغلبت ما نعرف، مجرد ضمة وفتحة تغير المعنى. فبالتالي يعني ذهب بتجي معنى ذهب كمعدن، وتجي ذهب فعل يعني فعل ماضي ذهب، فبالتالي التشكيل والتنقيط يلعب دور بالموضوع. فالقرآن مر بهذه المراحل مع الأسف يعني، والمسلم ما يهبأ لهذه الأمور، هو كل اللي يهمه أنه إحنا صح وأنتوا غلط. طيب أكمل بقية المراجع اللي تتكلم عن حفص إذا سمحتي لي؟ فضل. طيب
قلنا احمد وهذول قالوا هذا ضعيف تركوه، وقال السعدي قد فرغ منه منذ دهر، وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش كذاب متروك الحديث يضع الحديث اي يؤلفه، وقال ابن حبان كان يقلب الاسانيد يعني يلعب حتى بالسند، سند الحديث اللي هو العنعنه يعني عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، الراجل ده بيغير بالاسانيد بيلعب بكيفه ويرفع المراسيل. وقال ابو زرعه والدارقطني ضعيف. الكلام هذا كله منين جبته انا؟ ابن الجوزي كتاب الضعفاء والمتروكين جزء الاول صفحه 221، ابن حجر العسقلاني تهذيب التهذيب جزء الثاني صفحه 21، بن قيماز شمس الدين في كتابه ميزان الاعتدال جزء الثاني صفحه 319. هذه ثلاث مراجع، واللي راح اقوله اللي جاي كمان من نفس المراجع ممكن استرسل عشان المسلم يعرف انه القران اخذه من هذا الشخص. من هو؟ قال عبد الرحمن بن حاتم يقول عنه عن 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 حفص متروك الحديث، متروك ما حدا ياخذ حديثه. واسحاق عن حنبل عن احمد بن حنبل بيقول ما به بأس، وقال يقول اوكي. في شيء مهم هنا اخذ نواف، خليني اقرا لك انا بس عندي مهم. سؤال لحضرتك بعد تعليقك ده، تفضل. من عندك ولا من متصل؟ لا من عندي انا بس، تفضل حضرتك. طيب اوكي، اسمعي هذه المعلومه. قال علي بن الحسين بن حبان فيما قراه بخط ابيه عن يحيى بن معين زعم ايوب ابن المتوكل ابن متوكل قال ابو عمر البزاز، ابو عمر البزاز اصح قراءه من ابي بكر بن عياش، وابو بكر اوثق من ابي عمر. قال يحيى وكان ايوب بن متوكل بصريا من القراء سمعته يقول هذا. اللي اريد اوصل لك اياه، عاصم كان عنده تلميذين، واحد منهم حفص، واحد منهم ابو بكر، مش ابو بكر الصديق، واحد اسمه ابو بكر، كان عنده اثنين. كل علماء الاسلام قالوا حفص كذاب ومتروك وتعبان وما يعرف يروي حديث وكذا وكذا، ولكن قالوا ابو بكر اصح من عنده. ليش عاصم اخذ حفص كراوي للقران؟ تعتقدي ليش؟ ما هو ده السؤال اللي بيطرح نفسه، ليه عاصم اخذ وليه انتشر في معظم البلاد الإسلامية؟ انا راح اقول لك ليش. لانه عاصم جوز امه لحفص. اوكي، يعني حفص يعني عاصم يصير زوج امه لحفص، يعني هو الاب الثاني لحفص، فادر ان لو يعني. فبالتالي يعني بالعراق احنا نقول واسطه، او بالمصري بتقولوا كوسه او حاجه زي كده، يعني الواحد بيتوصى بابن زوجته. يعني المساله ما كان فيها امانه علميه، امانه لانه هذا كلام الله، لا. حضرتك يعني انت بتقول علماء المسلمين، هناك ناس اقوياء كعلماء للمسلمين رفضوا روايات حفص. علماء المسلمين دول في اي وقت من التاريخ، واذا كان العلماء اللي هم يعني عليهم سند وثقل كتير في هذا الكلام او هذه الرساله اللي هتوصل للناس، اذا كانوا وقفوا لحد كده، فيعني هل شخص واحد زي عاصم يكفي انه يقف قدام بقية علماء المسلمين بكل ثقلهم وينتشر؟ ما ده يعني سؤال جميل. انت تتوقعي هذا اللي صار؟ مش هيك اخت نوال. شوفي اللي صار انه عاصم اقرأ حفص، وحفص قرأ القرآن اللي اليوم مكتوب بين ايدين كل المسلمين. العلماء هذول اللي تكلموا، هذول الناس تكلموا بعدين على اللي صار، وهم قالوا انه اللي صار كذا وحفص وكذا، وحتى عاصم كان عنده مشكلة. احنا حكينا عن عاصم، عاصم كان عنده مشكلة، كان ينسى وكان مو حافظ. يعني أنا المشكلة مش بس بحفص انه هو كذاب ويؤلف الحديث ويوضع الحديث ويقلب الأسانيد وعليه كثير من التهم هو حفص. المشكلة انه عندي حتى بعاصم، عاصم كان مش حفيظ
وعاصم اخذ من 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 شو اسمه، اخذ من من عبد الرحمن السلمي، والسلمي اخذ من علي. يعني بالتالي كل هذول الناس ما مربوطين بواحد من الاربعه اللي قال عنهم محمد خذ القران من اربعه، ابي بن كعب وابن مسعود وزيد والشخص الرابع ما بدي اقول الاسم يطلع مش هو الشخص بالضبط، انهم كان هو مسمي اربع اسماء. المهم اللي اخذوا هم اخذوا من علي بن ابي طالب. يعني مثل ما يشوف عندكم بالتخطيط انه ابن حبيب السلمي اخذ من علي، وعاصم اخذ من حبيب، وعاصم كان بينسى، عاصم ما كان يحفظ، نساي، وهذا النساي لقن حفص، حفص كان كذاب مؤلف يضع الحديث، يعني يألفه، يقلب الأسانيد، يعني يلعب بكيفه بالحديث. وعلى فكرة القرآن رواية، أنت لو قرأتي، أنا يعني قرأت لك يعني القرآن، رواية. يعني أنا أرجع أقرأ لك، معلش يعني خليني أرجع أقرأ لك لو أنت قرأتي شوفي شو بيقولوا هنا. كتب هذا المصحف وضبط على ما يوافق رواية حفص، رواية حفص بن سليمان ابن المغيرة الأسدي الكوفي لقراءة عاصم بن نجود الكوفي التابعي عن أبي عبد الرحمن حبيب السلمي، عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أساساً القرآن هو رواية، ويقول لك ما يوافق رواية حفص. اسمح لي أخي، حفص مين؟ حفص الكذاب اللي يألف الأحاديث، اللي يقلب الأسانيد، اللي كلامه باطل. يعني معقولة أنا أول مرة أسمع دلوقتي إنه القرآن نفسه مفروض ده الرسالة اللي جاية مباشرة من السماء؟ نعم. مروية وعن يعني كلمة عن أو زي ما حضرتك ذكرت السند، إنه دي بس في الأحاديث لكن مش في نعم. القرآن. طيب أكو مشكلة ثانية أخت نوار، خليني أقول لك شيء. لو تلاحظين الرسم اللي قدامنا بالشاشة، إحنا بدينا من محمد، لسه في مشكلة بين الله وجبريل ومحمد. الله وجبريل ومحمد، الله كان يبعث جبريل يوحي لمحمد، محمد نفسه كان ينسى، والقرآن قال له سنقرؤك فلا تنسى، كان ينسى آيات، وهو قال رحم الله فلان أذكرني آية كذا كذا كنت قد أسقطتها من القرآن، كنت أنا نسيتها بالمرة يعني. ومشكلة ثانية أنه مرات مش بس جبريل أوحى لمحمد، كان في شيطان أبيض أوحى لمحمد، ولذلك حديث الغرانيق معروف، حديث الغرانيق معروف، تلك الغرانيق العليا لأنها شفاعة لترتجى، وبعدين جبريل إجا على محمد قال له تمن وين بعد 105 يوم، ها مش ثاني يوم، لا يعني 3 شهور ونص، في ناس ماتت وفكرت إنه الأوثان مقبولة عند الله. إجا جبريل قال له لمحمد أنت منين جبت هذا الكلام؟ قال له مش أنت اللي انطيتني؟ قال له لا يا عمي مش أنا. فاتضح إنه شيطان اسمه الأبيض، هذا ممكن نعمل له حلقة كاملة أخت نوال، هذا حديث الغرانيق، هذا مصيبة. هذا علشان هيك سليمان رشدي ذكر في كتابه الآيات الشيطانية إنه أنا اليوم كمسلم شو اللي يضمني إنه هذا القرآن اللي بين إيدي ما بي آيات شيطانية مثل ما أوحى الشيطان الأبيض إلى محمد في حديث الغرانيق. نعم. فالمشكلة يعني مش بس بالرواة اللي بنتكلم عليها اليوم بحلقتنا، المشكلة أساساً موجودة في الله اللي أوحى لجبريل، وجبريل لما ودى محمد كان في مشاكل، وعلى فكرة جبريل كذا مرة ما راح لمحمد، مرة عشان محمد كانت رجليه وسخة ويقول لا تنظفون أرجلكم ولا براجمكم ولا شنبكم ولا يعني ما تعتنون بنظافة الجسد، مرة قال له لأنه في بيتك أصنام، أنا ما بعرف محمد كيف في بيته تماثيل مش أصنام حتى أكون دقيق بالمعنى، في بيتكم تماثيل، رسول الله في بيته كان تماثيل وجبريل ما أجا، ومرة جبريل ما أجا اعتذر، هذه ممكن كمان نعمل عليها حلقة كاملة، متى جبريل صمت ولم يأتي بالقرآن، مرة كان في كلب ميت تحت سرير محمد 20 يوم، 20 يوم كلب ميت تحت سرير محمد وما يعرف به، يومية يروح ينام ما بيشم الريحة، وأجا جبريل يقول له في كلب بالبيت، وبعدين عرفوا لما نظفوا البيت لقوا في كلب ميت تحت السرير. فيعني مشاكل الوحي كثير، احنا بناخذ اليوم الجانب البشري ونركز على حفص انه كان كذاب. ممكن اكمل المراجع اخت نوال، او اذا الاخوه المسلمين يحبون يطلعون على خطوطنا مفتوحه، اهلا بكم.
بنرحب باتصالاتكم، بنرحب بالإخوة المسلمين الأخوات المسلمات للاتصال بينا. أهلا بكم للحوار مع الأخ شاد. تفضل أخ شاد. طيب احنا الآن نشوف، بس أكو في أخذ آراء سريعة. قال أبو قدامة السرخسي وعن يحيى بن معين عن هذا كله الكلام عن حفص ليس بثقة، وقال عبد الله بن المديني ضعيف الحديث وتركته عن عمد. قال الجوزاني قد فرغ منه منذ دهر. قال البخاري تركوه. مسلم يقول، صحيح مسلم يقول متروك. قال النسائي ليس بثقة ولا يكتب حديثه، وقال في موضع آخر متروك. قال صالح بن محمد البغدادي لا يكتب حديثه، وأحاديثه كلها مناكير، كلها نكرة أحاديثه. قال زكريا بن يحيى الساجي يحدث عن السماك وعلقمة بن مرثد وقيس بن مسلم وعاصم أحاديثه بواطيل. حديث هذا حفص واللي أخذها من عاصم كلها بواطيل باطلة. وقال أبو زرعة حديث ضعيف الحديث. عبد الرحمن بن حاتم بيقول سألت عنه فقال لا يكتب حديثه وهو ضعيف الحديث لا يصدق متروك الحديث. قلت ما حاله في الحروف؟ اسمعي هذه المعلومة. طب احنا عرفنا بالحديث هو يعني تعبان، ها طب ايش بالحروف يعني بالقرآن؟ قال هو اثبت من يعني شوية احسن من الاحاديث. وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش كذاب متروك يضع الحديث، كذاب ومتروك ويضع الحديث، ثلاث سهم في وقت واحد 3 in 1. وقال الحاكم أبو أحمد ذاهب الحديث يعني لا يؤخذ منه. الآن نشوف عن حفص كمان. أخشان تسمح لي، يعني الأخ المسلم العادي دلوقتي أنت حطيت قدامه اللي هو مش لا بيبحث ولا يعني حابب كده أنه يكون عنده عقيدة إيمان، عايز يعبد ربنا وفي حاله. أنت دلوقتي جيت حطيته في مكان يعني حطيته تقريبا ضايع. يعني انا لو انسان مسلم وعادي خلاص يعني هيكون الاختيار قدامي الوحيد انه ده مش كلام الله، والله اساسا مش موجود، وانا يعني لو اي اخ مسلم يعني طيب هيبتعد عن الايمان تماما. لكن ايه الهدف من انك انت بتحط قدام أخوك وأختك المسلم دلوقتي؟ يعني بالتأكيد في طيب هدف. أنا أقول لك شيء. أولاً أنا أعرف المسلم راح يزعل ويضوج أكيد، راح يزعل ويضايق أكيد. ليش؟ المسلمين شو بيقولون لمحمد؟ فداك أبي وأمي، ماشي؟ فداك أبي وأمي يا رسول الله. طيب لو أنا أجي اليوم لأي أخ مسلم أقول له أبوك مثلاً كان حرامي، حيزعل. انطيني دليل، اعطيه دليل، راح يزعل اكثر لما يتاكد انه الدليل ده صحيح مضبوط، وبالتالي راح يتضايق اكثر. اوكي ما هو هيتضايق، تعرف هيتضايق ليه؟ ما راح يلغي الحقيقه. ما هو تعرف هيتضايق ليه؟ ما هو انت حط نفسك مكانه دلوقتي. هو عايز اله يعبده، عايز ايمان، عايز ايات اوريدي موجوده وحافظها من هو في المدرسه، تيجي انت تهدله كل الكلام دوت، طب تحطه فين؟ ما انا عشان كده انا بتحمل اللي يطلعون الاخوه المسلمين ويقولون انتم كتابكم محرف ويتكلمون أسوأ مما احنا نقول، ومع ذلك بنبتسم بوجههم ونقول لهم اشكرك حبيبي وانا بحبك. هل هينفع اخ شانت اخويا سماء عفوا للمقاطعه، هل هينفع ان الشخص المسلم العادي، هرجع برضو بقول اللي واخد ايمانه وبيحب ربنا وبيواظب على الصلوات وعلى فروض دينه، انه هياخد كلامك ده وهيقرر ما بين يوم وليله انه يمسك الكتاب المقدس ويفتحه؟ هل هيقدر يعمل كده؟ انا مسؤوليتي اوضح للمسلم حقيقه دينه، هو يروح يتاكد. لو شاف كلامي صحيح وهذا موجود بالمراجع والكتب الاسلاميه بقت الخطوه عليه، هو بقت الخطوة عليه. إيه هي بقى الخطوة؟ الخطوة إيه هي الثانية الخطوة أنا دي؟ أقرر إذا كان القرآن مأخوذ من شخص كذاب متروك الحديث ضعيف يؤلف أحاديث يقلب أسانيد، يعني ما فيش حاجة وحشة إلا وخلوها في حفص. مين علماء الإسلام؟ مش أنا مش جايبه من عندي،
أنا عمري مش 1400 سنة، أنا هذول الناس مسلمين هم حكوا هذا الكلام، أنا مجرد قارئ. أنا اليوم كمسلم من نعرف هذه الحقيقة عن القرآن. أتخيلي أنا لو أقعد بالسوق أخت نوال وأقول مين يشتري قرآن برواية حفص الكذاب الضعيف المتروك اللي بيألف اللي يقلب الأسانيد، حدا يشتري من عندي؟ بالتأكيد ما حدا يشتري من عندي هيك كتاب، لأنه أنا أساسا بطعن بالمؤلف أو باللي جمع أو اللي جمع هذا الكتاب. فبالتالي المسلم أمام خيار أنه هذا القرآن وهذا الكلام اللي قالوا علمائك المسلمين، إذا كان هذا الكتاب جمع واحد كذاب و و و وبعدين أنا لما أبدي أقرأ بالقرآن راح أكتشف هذا الكلام أخت نوال، راح أشوف أنا أترك هذا التحدي للمسلم، خلي يشوف يبحث في القرآن، أكو برنامج اسمه المصحف الرقمي ممكن يكتب كلمة والقرآن يطلع له كل الكلمة هذه وين وردت في كل القرآن. خلي يحط مثلا المسلم يلج النهار بالليل والليل بالنهار، رح يلاقيها 5 مرات. وبعدين الأمر اللي حضرتك بتقول عليه ده مش صعب دلوقتي، البحث والكمبيوتر التكنولوجيا سهلت علينا هذه الأمور، وحتى في على السيلفون يقدر من خلال الإنترنت. بعدين مثلا في خرافات بالقرآن، لا ما أنزل الله بها من سلطان، سليمان تشوفوا نملة تقول للحق وسليمان رح يكسركم، النمل لا يشوف لا يسمع لا يتكلم. هذه النملة تعرف سليمان شخصيا، ما بعرف كيف تعرف سليمان، شايفة صورته بالبوسترات بالتلفزيون، مش يعني عارف حضرتك بتضع أمام الأخ المسلم والأخت المسلمة الآن حقائق علشان هم يروح يدوروا بالضبط. على وكمان أعطيه البديل، البديل روح اقرأ الإنجيل، اقرأ الإنجيل يا شو اسمه كاظم ومحمد اللي اتصلوا بينا وساجد، روح اقرا الانجيل وشوف هذا الانجيل اللي انت تقول عليه محرف كم هو انساني وكم هو يعني راح يحسسك بالراحه الانسانيه ويعطيك انسانيتك. الايات اللي بتنزل على الشاشه الرب يسوع المسيح قال فتش الكتب وقال فان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون احرار، تعرفون الحق والحق يحرركم فبالحقيقه تكونون احرار. أنا أدعو الأخوة المسلمين أنه يروحون يبحثون. الآن أنا صليت اليوم لأجل الصين، لأنه البوذي والهندوسي عندهم هناك ديانة اسمها الشنتوية، بس مش أنا النبي بتاعهم، ما بعرف اسم الديانة كده الشنتوية. الشنتوية هم هذول الناس بيتركوا أديانهم وبيؤمنوا بالمسيح وبيؤمنوا بالإنجيل والآن البشارة تنتشر. يعني ان كان بناء على اكيد بناء على التفكير والبحث وانه بيدور على اله حقيقي. خليني اخذ اتصال من مروان مره ثانيه. اهلا بك، تفضل. يا اختي نوال، مع كل احترامي لك ومحبه انت، انا هاختلف معك بالراي. انت لما المسلم يسمع هذا الكلام يزعل؟ لا، انا كمسلم سابق لما سمعت هذا الكلام ابحثت، صار عندي بحث، ولهالسبب بقول القرآن لا يصلح لأي مكان ولا أي زمان. وشكرا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا أخ مروان، ربنا يباركك. ربنا يباركك أخ مروان، ربنا يباركك. أشكرك للمداخلة الرائعة والمقتضبة والمحددة، ربنا يباركك. وأكيد الرب يسوع المسيح بلمسته وبافتقاده ليك، وده بالعكس ادانا يعني أخويا شانت الحقيقة الأخ مروان حط قدامي هنا عزاء معين، أنه الله قادر أنه من خلال حتى كلماتك دي، وإحنا بنظن أننا بنضع حقائق بنشتت المسلم أو بنبعده عن وجود إله حقيقي حتى بالمرة، لكن الله قادر بنعمته أنه يفتقد إخواتنا المسلمين. أخ شانت، نعم. شوفي أخت نوال، الحقيقة كالتالي، أنا اليوم كطبيب مثلاً يجيني مريض عنده حشوة بالكلى بتوقف عمل الكلى، أنا أقول له لا أنت أوكي معلش بس اشرب مي كتير وخذ هذا الدواء وتبقى كويس، ولا أقول له يا عمي خذ اسمع عندك حشوة كبيرة مأثرة على الكلى وما بتخليها تشتغل، فالمفروض نعمل لك جراحة. رح تتألم، رح نشق بطنك ورح نفتح كليتك ورح نطلع منها الحشوة إذا كانت كبيرة جدا، أو نفتتها بالإشعاع أو whatever. المهم أعطيه
أفهم الحقيقة، أقول له أنت مريض، عشان يقبل يروح يسوي عملية. أقول له أنت عندك مشكلة بالكلى، عندك حصوة، عشان يقبل يروح يدخل تحت الجهاز اللي يفتت الحصى اللي الكفار اخترعوه، ويعني ورحمونا من العمليات وشق البطن وشق الكلى مثلا. فبالتالي أنا لما أكون صريح مع المسلم هذا أفيد له، عشان هو يدور عن مصيره الأبدي. وسؤالي لك يا أخوي المسلم اللي بتتابع هذه الحلقة، وأقول لك أختي، أنت كمان ما تفكري أنه أنا بتكلم دائما بصيغة المذكر، أنت ما بتهمينا، أنت كامرأة أنت أهم، لأنه أنت القرآن ذلك وخلاك إنسان أقل منزلة وأقل مرتبة من الرجل. أنت كمان أختي المسلمة يا ريت تفكري بحياتك الأبدية، وتفكري بمصيرك الأبدي، وتفكري أين ستقضين الأبدية بعد الموت، وين راح تروحين. وأنت أخويا المسلم بعد الموت وين راح تروح؟ أنا بناشدكم اقرأوا القرآن، ما عندي مشكلة، واقرأوا الكتب وشوفوا الحلقات اللي بنتكلم عنها، وروحوا تحققوا مثل ما الأخ مروان تحقق وتأكد أنه كلامنا صحيح، وترك الإسلام وأخذ نعمة المسيح بعد ما قرأ الإنجيل، والإنجيل نور قلبه وحياته. فاليوم احنا في وقت أخت نوال، في وقت متقدم، الانترنت والكمبيوتر وفر علينا كثير من الاوقات، كثير من الاشياء اللي في مجال البحث، بكبزه زر بتجي عندنا المعلومه اللي ممكن كان قبل نصرف عليها ايام واسابيع بل شهور حتى نعرفها. اليوم ما ان نكتب على الحج جوجل اي شيء الا يطلع لنا الجواب جاهز مجهز. انا بحذر الاخوه المسلمين انه شيوخ الاسلام اللي بيشوفوا الحلقات هذه بيروحوا يحاولون يغيرون ويحاولون يطلعون يعني إجابات سقيمة عقيمة. أنا بصراحة أخت نوال أنا قريت بعض الإجابات عن هذا الموضوع، والمسلمين يحاولون عبثا أنه يغيرون شخصية عاصم، يقول لا هذا مش عاصم، في عاصم ثاني اسمه بصري، وفي عاصم ثاني كان بيبيع سمك. أنا هذا الكلام يا أخوة يا مسلمين، هذا الشيخ يضحك عليك علشان هو مستفاد منك كشيخ، ياخذ منك فلوس لانه الشيخ هو انت صاير تحت ايده مثل عبد. انا بشوف البرامج في يوم رمضان احزن على المسلمين اخت نوال. صحيح اخ شانت، الحقيقه يعني ما هو ده بيبقى للاسف مع الاسف متوقع. رجاء انا بس بطلب من حضرتك انك تنهي لقائك مع مشاهدي البرنامج، مشاهدي هذه الحلقه، رجاء تصلي من اجل اخواتك المسلمين. آمين. انه الكلام ده فعلا انه يروح، أنه الأخ المسلم يتحقق منه ويدور على طريق الحياة الأبدية الحقيقية. تفضل صلي لنا. آمين آمين. أبونا السماوي نشكرك، نعظمك، نباركك يا رب، نشكرك لأنه أنت في كل حين تسمع على صلواتنا يا رب، لأنه نقدمها يا رب باسم ربنا وفادينا يسوع المسيح. يا رب أنا بصلي لأجل هذه الحلقة ولأجل كل حلقات في كل القنوات يا رب اللي تتكلم عن الحق. يا رب أرجوك يا رب ألمس قلوب المسلمين يا رب، عرفهم شخصك يا رب كما تعرف نفسك يا رب للوثنيين ولعباد الشجر والحجر يا رب، هكذا أيضا عرف الأحبة المسلمين يا رب طريقك ونورك وإنجيلك يا رب، اكشف عن عيونهم، افتح يا رب أذهانهم، نير قلوبهم وعقولهم يا رب حتى ما يعرفوك أنت الرب المخلص وحدك وليس آخر. أنا أضع يا رب بين إيدك كل شخص يشوف هذه الحلقة وهذا الفيديو سواء الآن أو على اليوتيوب أو في وقت الإعادة، وصلي باسم يسوع المسيح تلمس قلبه يا رب وتعطيه نعمة يا رب، ويروح يبحث ويتأكد يا رب حتى يبحث عن أبديته وعن مصيره الأبدي. صلاتي يا رب أن تستخدم كل الأمور اللي طرحناها في هذه الحلقة لأجل مجد اسمك وامتداد ملكوتك، باسم ربنا وفادينا يسوع أطلب وأصلي. آمين آمين. شكرا جزيلا أخ شانت، ربنا يبارك حياتك ويبارك مجهودك ويبارك كل معلومة بتحطها ويبارك عملك من أجل خلاص النفوس. أحبائي المشاهدين، لقاءنا مع حضراتكم في هذه الحلقة انتهى، مع خالص تحياتنا بكل البركة لحياتكم، نتمنى أن نلقاكم على خير، نترككم في ملء البركة.